بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولا تخسروا الميزان. الإخسار في الميزان أمر جلل وأمر عظيم، لأن الله عز وجل أمر وقال: وأقيموا الوزن بالقسط، وقال: ولا تطغوا في الميزان. فلا طغيان ولا إخسار، وإنما هو الاعتدال. أيها الإخوة المؤمنون، سنحاول أن نتعلم معكم في هذا الدرس كيف لا نخسر في ميزان الصوم. الله تعالى بنى الإسلام على 5 أركان: لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم شهر رمضان، والحج لبيت الله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. اعلموا علم اليقين رحمكم الله أن الذي لا يخسر في موازين هذه الأركان يكون قد استفاد من أداء هذه الأركان، وتعلم كيف لا يخسر في بقية شؤون الحياة. لأن هذه الفرائض لم يفرضها علينا المولى تعالى وهو محتاج إلينا، كلا وحاشا، وإنما فرضها علينا المولى عز وجل لمقاصد متعددة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فريضة الزكاة تغلب جانب الكرم والعطاء وتدفع عن الإنسان جانب الشح والبخل، وفريضة الصوم ركن عتيد، عبادة مادية روحية تستمر مع الإنسان زمنا أطول مما يستمر عليه أمر الفرائض الأخرى. فريضة الصلاة 5 مرات في اليوم، فريضة الزكاة 1 مرة في العام، وفريضة الصوم 1 مرة في العام ولكنها شهر كامل 29 يوم أو 30 يوم. والفريضة تبدأ من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، يطول حجمها وزمنها من بلد إلى بلد ومن فصل إلى فصل، حكمة من الله تبارك وتعالى لم يربطها بالأشهر الشمسية، وإنما ربطها بالأشهر القمرية بصورة تكون في فصل الصيف والشتاء وفي الربيع والخريف، وتكون إلى 16 ساعة وتصل إلى 8 ساعات. ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى وتعليما لمقاصد أساسية متعددة. أول أمر في ميزان الصيام وفي ميزان جميع الأركان أن تعتقد اعتقادا جازما أنك تصوم لله تبارك وتعالى خالصا مخلصا، وأنت تعتقد أن أجر الصائم عظيم، وأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يدخل الصائمين من باب خاص في الجنة سماه الريان، فهذا أساسي. بعد ذلك شريعة الإسلام سمحة وعلمتنا أن للفرائض مقاصد، وهذه المقاصد لا تتم إلا بالإخلاص الكامل لله تعالى، ولا تتم إلا بالانضباط بجميع موازينها. وموازين الصوم واضحة: لا يكون صومك فرضا وواجبا إلا إذا صمت في شهر رمضان، يعني لو صمت بقية الشهور لا تقوم مقام شهر رمضان، لأن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر الصيام. فالانضباط في صيام شهر رمضان هو انضباط بهذا الميزان، ميزان الزمان
الذي فرضه المولى تبارك وتعالى، وهذا دائما ينضبط به المسلمون. لكن هذا الانضباط دقيق في رؤية الهلال في بداية الشهر ورؤية الهلال في نهاية الشهر، وهذا ما يجب أن ينضبط به المسلمون وأن يجتهدوا كامل الاجتهاد على أن يصلوا إلى درجة من الوفاق طبعا بقدر المستطاع، ليتوحد المسلمون في هذا الميزان إن كان في الإمكان أن يتوحدوا. فهو انضباط بميزان دقيق يتماشى مع الدورة الكونية ومع دوران القمر ودوران الأرض. نعمة من الله تعالى، لا بد من المسلمين أن ينضبطوا بهذا الميزان، وبعد ذلك فلا تعسير، لكل مكان ولكل بيئة رؤيتها. لكن نحن نجتهد وندعو المسلمين جميعا، وقد تقارب العالم، أن يوفقوا فيما بينهم ليصلوا إلى الانضباط جميعا بهذا الميزان. بعد ذلك أمر ميزان الصوم بأن تقف عند لحظة هي دقائق قبل مطلع الفجر الصادق. قبل مطلع الفجر الصادق بدقائق يتوقف الأمر عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، فما كان حلالا كامل الليلة ميزان الصلاة الصيام يقول لك في هذه اللحظة يتحول من الحلال إلى الحرام. فليس لك أن تختار بنفسك وأن تضيف دقيقة، فإنك إن أضفت دقيقة عمدا فأنت أخسرت في ميزان الصيام، بل وقعت في كبيرة، ووجب عليك إن تعمدت أن تقضي وأن تعيد اليوم وأن تودي الكفارة. فبهذا يعلمنا الإسلام كيف ننضبط وكيف لا نخسر في الميزان الذي حددته الشريعة. والذي تعود الانضباط مع زمن وأوقات الصلاة وزمن ووقت الزكاة وزمن بداية الإمساك وبداية الإفطار، يكون تعود على أمر أساسي في حياته، وهو ألا يخسر الميزان بينه وبين ربه وبينه وبين أهله وبينه وبين الناس جميعا، وإن كانوا من الآخر الكافر. لا، لا إخسار في الميزان حتى مع من ليس من عقيدتنا. بهذا هذا نتعلمه من هذا الركن الركين من أركان الإسلام ومن كل أركان الإسلام. وما دمنا مع الصيام تعلمنا كيف أننا نحترم لحظة الإفطار، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا غاب القرص أفطر الصائم أكل أو لم يأكل. والرسول عليه السلام علمنا حتى لا نخسر في الميزان، أفضل أمر أن تؤخر السحور وأن تعجل الفطور. هذان ميزانان زمنيان دقيقان بالنسبة إلى بداية الصيام وبالنسبة إلى نهاية الصيام. بعد ذلك أيها الأحباب الكرام، أغلب الناس ينضبطون في ميزان أو مع ميزان الطعام والشراب والجماع، ولا يأتون ذلك إلا من كان متمردا أو صغيرا أو غافلا أو ما إلى ذلك. أغلب الناس في مجتمعاتنا الإسلامية هكذا مع الأمور الأساسية في الصيام، لا يخسرون مع أمر الطعام والشراب والجماع، ولا يتجرؤون على ذلك. وهذه نعمة من الله تعالى علينا معاشر المسلمين، أننا ما زلنا متمسكين بهذا الميزان العظيم، بينما بعض البيئات الأخرى التي يختلط فيها المسلمون بغير المسلمين كثير منهم، لأنه يذوب في الجماعة التي تفطر فإنه ينفلت ويخسر الميزان. لا، هذا غالبا غير موجود في مجتمعاتنا. الآن الذي ننبه إليه تنبيها كاملا، وهو ما يقع فيه الإنسان من الخطايا المعنوية. والمولى تبارك وتعالى بيّن كيف أن الإنسان إذا اغتاب أخسر الميزان،
إذا نمم أخسر الميزان، إذا غش أخسر الميزان، وما إلى ذلك من المعاصي التي بينك وبين الناس وبينك وبين الله تعالى. فاجتهد يا أخي مسلم حتى لا تخسر الميزان في هذا الباب، وحتى لا تكون ممن لا يكون له من صومه إلا الجوع والعطش، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، ولكنه اغتاب هذا ونمم في هذا وأفسد في هذا، وأتى بعض الأمور المحرمات من الكبائر والصغائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغلبنا على شهوات أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يقيمون الوزن بالقسط، وأن يبعدنا عن الطغيان في الميزان، وأن يبعدنا عن الإخسار في الميزان، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.